السلام عليكم ورحمة الله. إذا بعد انتشار هذه التابلت جرافيك في ميدان التعليم اللي حنا كنهتمو به إن شاء الله، ألوغ كثرت الأسئلة على تابلت جرافيك، شحال واحد كيسولني شمن نوع تشري واش توصل المغرب واش ما توصلش إلى غير ذلك. كنا رجعنا بعض لي تابلت جرافيك من بينهم كومون وكوم ونيو ياس إلى غير ذلك، إذا كنا رجعنا العديد من لي تابلت جرافيك هادو اللي أمامكم كلهم رجعناهم. الآن جبنا تابلت جرافيك جديدة إن شاء الله غادي نرجعوها أمامكم اللي هي هاد التابلت جرافيك. نوع اللوحة فيك اس 640 تابلت. اذا الخصائص تاعها كما كتلاحظوا الموديل اس 640 ديمونسيون 21.8 سنتيمتر 13 سنتيمتر ثم 9 ملم في السمك، وركين اريا 6.4 انش 6.4 انش يعني فضاء العمل، بريسيس سنسيبيليتي 8192 لوفيزي يعني يمكن انك تكتب بدقه عاليه جدا، ريبورت ريت 250 بي بي اس، ريزوليسيون 5080 يعني ريزوليسيون كبيرة بزاف، ريدين هاي 10 مليمتر يعني 10 مليمتر تقرا القلم، ميكرو يو اس بي انترفاس ميكرو يو اس بي يعني كتخدم عن طريق ميكرو يو اس بي. اذا هذه هي العلبة. اذا الخطوة الاولى غادي نحاولوا نفتحوا لابواط ونشوفوا شنو فيها لامبوكسين، ثم الخطوة الثانية سوف نقوم بتركيبها مع الحاسوب وتثبيت الدرايف الخاص بها، ثم الخطوة الثالثة سوف نستعمل التابلت ونشاهد مدى استجابتها او سرعه استجابتها، وفي الاخير سوف نتكلم عن الثمن والتوصيل، يعني التوصيل هل هو مجاني ام مدفوع، والثمن هل هو رخيص ام مرتفع. الان نشوف العلبه من الداخل. اذا نفتحوها عندنا اولا كنلاحظوا وجود اللوحة، إذا لاحظوا معايا ها اللوحة كما كتلاحظوا الحجم تاعها واضح عندها أمامنا، ثم القلم، القلم لاحظوا يحتوي على زرين، زر الأول وزر الثاني، فريب بان يعني لا يحتاج إلى الشحن، هذا القلم يشتغل دون شحن، ثم هذا الجيب الخاص بالقلم. وهذا القفاز بالنسبة للأشخاص الذين تتعرق أيديهم، إذا لم تكن يديك تتعرق فلا تحتاج إلى هذا القفاز، إذا بحال كما كتلاحظوا فقط من أجل حماية اللوحة من العرق، يعني كتوضع يدك وتكتب فوق اللوحة، إذا هذا القفاز واضح. ثم هاد الأداة لتغيير رؤوس القلم، يعني هذا رؤوس القلم لأن بكثرة الإحتكاك يمكن أنها تتلف هذه الرؤوس، نستعمل هذه الأداة لتغيير الرؤوس، نزيل الرأس ثم نضع رأس آخر، إذا هنا لدينا ثمانية رؤوس إضافية، ثمانية رؤوس إضافية، يعني أنا شخصيا في التابلت السابقة رأس اشتغلت به لمدة سنة ولا زال يشتغل، يعني لم أغير الرأس أبدا. ثم دليل الاستعمال، إذا باللغة الإنجليزية ولغة أخرى يمكن أن نقول أنها الصينية أو لا أدري، تبدو مختلفة عن اللغة الصينية لكن يمكن أن تكون لغة صينية. إذا وهذه البطاقة هي بطاقة لتحميل الدرايفر إن كنت تحتاج إليه. طريقة التركيب بسيطة جدا، يعني هنا يعني مثبت هذا الخيط مثبت هنا، ولدينا USB معروف، يعني نقوم بربطها بالحاسوب بكل بساطة، إن تم التعرف عليها دون أن أحتاج إلى درايفر. إذا الآن ندخل إلى الموقع vic.com لكي نقوم بتحميل الدرايف الخاص بالتابلت من أجل تخصيصها أو تغيير بعض الأمور في التابلت. إذا ندخل vic.com ثم بعد أن ندخل إلى الموقع نضغط على support ثم download تحميل، بعد أن نضغط على download نختار الموديل S640 ثم category يعني النوع درايف، نريد تحميل درايف، ثم بعد ذلك نختار نظام تشغيل ويندوز بالنسبة لي، ثم نضغط على سبمايت، بعد ذلك يتم او نضغط هنا لدونلود لنحمل الملف، ملف الدرايف، بعدين يتم تحميله نضغط هنا لكي نقوم بتثبيته او نفتح الملف الذي قمنا بتحميله، ثم نضغط على انستال، بعد ذلك بعد ان ينتهي التثبيت نضغط على كومبليت، ثم نفتح التطبيق. اذا نلاحظ انه لدينا هنا زرين يمكن تخصيصهما كما تلاحظون امامكم، اذا الزر الاول يمكن ان نقوم ب تخصيصه مثلا رايت كليك يعني زر ايمن، والزر الثاني نقوم بتخصيصه مثلا اندو يعني رجوع الى الوراء.
المناجين يعني يكون أن نخصص مكان العمل سواء على الطابلت أو على الشاشة كما تلاحظون أمامكم، يمكن أن نشتغل على الشاشة كاملة أو جزء من الشاشة فقط، كذلك الطابلت يمكن أن نشتغل عليها كاملة أو جزء فقط من الطابلت، يمكن أن نستعمل القلم في الطابلت أو نستعمله كماوس إلى غير ذلك. إذا هناك خصائص أخرى يمكنك اكتشافها لوحدك. إذا نمر الآن إلى تجربتها على PowerPoint. إذا ننشئ صفحة فارغة على PowerPoint ثم نفتح PowerPoint F5. لاحظوا الآن نريد أن نكتب مثلا 2x ناقص 3 تساوي 4. إذا نحل هذه المعادلة 2x تساوي 4 زائد 3. أنا أستعمل اللوحة أمامكم وأنتم تلاحظون استجابة اللوحة للقلم بكل بساطة. إذا 2x تساوي 4 زائد 3 7، يعني x تساوي 7 على 2. إذا حل المعادلة هو 7 على 2، إذا S هي 7 على 2. يمكن أن تقوم بالرسم، ترسم مثلا أشكال، توازي الأضلاع مثلا. عندما أريد أن أضغط على الزر اليمين أضغط على هذا الزر، لاحظ وأختار كما اخترت سابقا، أنا اخترت الزر اليمين، إذا تم يعني إظهار هذه القائمة التي تظهر عندما أضغط على الزر اليمين. يمكن أن تخصص هذين الزرين كما تريد كما قلت لكم سابقا. إذا يمكن أن تشتغل بهذه التابلت لتدريس عن بعد، للرسم، أو لتدريس داخل القسم أيضا، أو لتسجيل فيديوهات ونشرها على اليوتيوب. إذا لها عدة وظائف، وهناك وظائف لم أذكرها أنا في هذا الفيديو. يمكن أيضا أن تربط اللوحة بالهاتف وتشتغلها عن طريق الأندرويد بكل بساطة. إذا أنا بالنسبة لي اشتريتها بهذا الثمن، يعني يوم 26 مارس توصلت بها يوم 21 أبريل، يعني تقريبا شهر إلا 5 أيام، يعني 25 يوما وتوصلت بها إلى المغرب، إلى المغرب مروكو. جيد. إذا رابط الشراء في الوصف، أعطيكم رابط الشراء في الوصف، وهذه هي اللوحة. إذا ثمن رخيص كما تلاحظون، 288 درهما مغربية، يعني 28 دولار تقريبا، أو 29 أو 30 دولار، يمكن أن نقول 30 دولار تقريبا حسب الصرف الحالي. والتوصيل مجاني، يعني تتوصل بها مجانا إلى المغرب، مجانا إلى المغرب. هنا مثلا استيميت ديليفري شهر تقريبا، شهر أو شهر وأسبوع كحد أقصى تقريبا، واضح؟ إذا لم يصلك بعد 75 يوما يمكن أن ترجع إليك الأموال بكل بساطة. إذا لم يصلك المنتج يرجعون لك الأموال بكل بساطة. إذا رابط الشراء في الوصف، وأعطيتكم كل المعلومات، وأي سؤال مرحبا به، شكرا، وإلى اللقاء في فيديو آخر وفي مراجعة منتج آخر بحول الله.